البطولة الوطنية ديال الدراجات النارية اللي في الموتوكروس والكروس كونتري اللي كتعرف مشاركة عدد كبير من المتسابقين اللي كيتبارزوا على هاد البطولة هادي باش يجمعوا فيها النقاط ان شاء الله، وميم طون يديو هاد المرحلة هادي حتى هي من المسابقة ديال البطولة الوطنية. وكيف حتى الجمهور عودنا وصحاب الدراجات النارية حتى هما الحضور ديالهم الكثيف والناس اللي بغاو يدخلوا ولادهم لهاد الرياضة هادي، وحنا ما الا وكنشجعوا الناس باش يكون ان شاء الله مستقبل قادم لهذه الرياضه هذه وما تبقاش في العشوائيه ان شاء الله. الدوره هذه عرفت المشاركه ديال واحد البطل المغربي اللي كيشارك في الديار الفرنسيه، هو سعد حليم السليماني اللي هو بطل كبير ومعروف في اوروبا اللي كيشارك يتفارس معهم في هذه البطوله هذه، وكيف شو راح حقق المراتب الاولى في السباق ان شاء الله. كاينه بطوله افريقيه ان شاء الله في العام الجاي ان شاء الله، تكون في المغرب ماشي في الكلوب هنا، ولكن تكون ان شاء الله في كلوب واحد اخر غادي تنظم فيه بطوله افريقيه ان شاء الله. هذه الجولة الرابعة من بطولات المغرب من صنف موتوكروس والكروس كونتري، وكيف ما كتشوفوا تبارك الله الأجواء مزيانة وليفيرمون دايز في مستوى رائع. كنشكروا سي خليل داتا سبايك اللي سهر على هذا التنظيم هذا، وصراحة في مستوى عالي، وكنشوفوا تزادوا عندنا دي كاتيجوري أخرين جداد اللي منهم الإي بايك الدراجة الكهربائية، وان شاء الله كنتمنوا يعني هادو الشباب هما اللي غادي يعطيونا ان شاء الله يعني صوره للدراجه الناريه. جينا نتشاركوا هنا في دادا سباي، الحمد لله داز كل شيء خير وعلى خير. ايوا كان السيركويت شويه صعيب والحمد لله داز كل شيء خير وعلى خير. كنجري في 450 موتو كروس او كروس كونتري. في كروس كونتري جبت 12 موند، وفي موتوكروس 4. كنتشارك انا في اسبانيا عاود في كروس كونتري اندورو، عاود كنديرو اندورو في اسبانيا، والحمد لله كلشي قدام.